هاتولي ورق. طيب معيش ملك، انت سمعتي كتير على فكره، سمعتي كتير. في واحده كمان سمعتي كام؟ مين اللي هيقول الحرف؟ هي واحده اهي. مين اللي هيختار الحرف؟ مين اللي هيختار؟ انت يا ملك اختاري. انا انا مين؟ اختاري الحرف. مين؟ ميم. ايوه على اسمي. يلا وعلى اسمي. اتوبيس كومبليت. ايه؟ ما شاء الله اتوبيس كومبليت. يا مريم ازاي؟ انا مش عارفه، انا لسه ما خلصتش اصلا اي حاجه. محدش يكتب، القلم ارفعوه لفوق. انت خلصت ازاي؟ اقفلوا القلم، اقفلوا القلم. ايه ده ازاي؟ اقفلوا القلم. انا ما لحقتش اعمل حاجه. طب ثانيه اقفلوا القلم. طيب بس الولد. طيب طبعا اللعبه دي تنفع للجمهور لو حد زهقان او عنده ملل انه يلعبها، هو او اخته او مع يعني مع اخته او مع اصدقائه او مع اصدقائه، اي حد. دي ممكن تضيع الملل ومش بتاخد وقت وحلوه ومسليه كمان. يعني بقى اعملوا اي جايزه كده. انا عملت البنات دي، ان شاء الله ما حدش هياخدها. يلا كتبتي ايه بقى؟ قولي لي كده. ولد محمد. معاذ محمد. خمسه وخمسه محمد. ان شاء الله كله كاتب محمد. انا 10. انت كاتبه ايه؟ معاذ. طب بنت مريم. ملك. مي. ملك. ملك خمسة. حد كاتب مريم؟ انت 10 وانتوا الاثنين خمسة. يا لاما. لاما وملك خمسة. جمال. مي. جمال. مروحة. مروحة. مسطرة. ما كتبتش. ايه مرتبة. 10. طب نبات. موز. ملوخية. موز. خمسة. ما كتبتش. انا ما لحقتش اعمل حاجة. انا عشان بحب الملوخية. الحيوان. معزة. ما كتبتش. ما كتبتش. ايه خمسه يا مريم. خمسه. بلاد. صفر. بلاد. صفر. بلاد. صفر. عشره. ايه بقى انتي؟ مصر. مصر. احنا في ايه؟ الله. لا سقفوا كتبت مصر. عشره. عشرين. تلاتين. اربعين. خمسين. انا اربعين. انا خمسين. يلا مين هيختار الحرف؟ مين؟ مفيش حساب، احنا بنلعب بس. يلا تمام. انا هختار الحرف. اختار حرف ال. طب انا كده اخدت نقطة. اختار حرف. انا اخدت عشان كسبت. اختار حرف. هي عايزة تكسب نفسها. يلا حرف الباء. الباء. بجد اللعبه دي فشله. البلاد فيها. ايه البلاد؟ ايه عم لا إيه البلاد ايه؟ حيوان. لا انا عارف البلاد. حيوان. حيوان ايه؟ حيوان. هو انا ما اعرفش. عرفت. اتوبيس كومبليت. عارفه كده؟ ماشي. اتوبيس كومبليت. ايه ده؟ حيوان. حيوان لا. ايه؟ لا يلا اتوبيس كومبليت. انا بقى بدي بتكتبي ايه؟ خلاص بتكتبي ايه؟ اهو قلم وقع اهو. بتكتبي ايه؟ ايه؟ بتكتبي ايه؟ كتبتي ايه بقى؟ زياده. ما كتبتش. وانتي؟ ما كتبتش دي. وانتي؟ ما لحقتش. ماشي يلا. يلا كتبتي ايه؟ ولد. ولد ايه؟ انا كتبته باسم. وانا باسم. ولا حاجه زي كده. انت ما كتبتوش. باسل. باسل؟ باسل. هما باسم، انا باسل. ثواني ثواني، مين كتب باسم؟ انا. فهي خمسه؟ بنت. بسمة. من؟ بسمة. بسمة. بس. جماد. هو كله كتبه. جماد. باسكت. أنا كتبت براد. ما كتبتش. ولا. يبقى 10. نبات. بامية. بسلة. بامية. بامية. حيوان. باندا. بقرة. باندا. بقرة. باندا. بلاد. صف. بلاد. باريس. كنت لسه بكتب باريس. مين اللي كاتب باريس؟ انا مش كاتبه. انا كاتبه باكستان. طب يلا يا ميرو. طبعا كنت مبسوطه جدا معاكم في حلقتنا النهارده. الحلقه كانت حلوه قوي بفقرتها. وكان موضوع حلقتنا النهارده كان مهم جدا. وانت يا ميرو يلا قولي.
كنت مبسوطه جدا جدا معاكم النهارده، وان شاء الله حلقتنا تكون عجبتكم، وكنا عملنا فقرات حلوه قوي. وشكرا ليكي يا لمى على التصريحه الحلوه، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. خدت شكرا. انا كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، واستفدت من الحلقه كتير، وكنت مبسوطه ان انا مع لوما ولوكا وميرو. كنت مبسوطه ان انا معاكم النهارده وبس. واحنا كنا مبسوطين اكتر. ويلا بينا نقول دعاء ختام المجلس. سبحان الله. لما قولي اختمي. كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده يا احلى جمهور في الدنيا. كنت مبسوطه ان انا مع ميرو ومع ميمي اول مره اظبطها ومع لوكا. يلا بينا نقول دعاء ختام المجلس. سبحان الله اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم. مع السلامه. والمؤنسات الغاليات، فحديثنا زهر الربيع.